حنتوش حنتوش هنعمل ايه النهارده؟ زي ما نسوي كل يوم يا كيمو، حنسافر حول العالم ونكتشف الغرايب والعجايب. الرحاله حنتوش معاك كيمو الفرفوش، حنتوش عبقري وكيمو هو الغبي. ستوب، مش هسافر معاك كده، انا مش غبي. خلاص حتسافر معايا لانه انت مو غبي. وكيمو كيمو هو الغبي. بي 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 لا, بي لا. بالاذاعه يرحلون حول العالم يسافرون. الرحالة حنتوش مع كيمو الغبي الذكي. الرحالة حنتوش كيمو ها 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 الغبي. أهلا فيكم في رحلة جديدة إلى عالم الغرائب والعجائب مع رحالتكم العجيب حنتوش والرحالة كيمو. ايه ده، هو انت ليه بقيت بتقول علي رحالة؟ وانت ليه راضي عني يا حنتوش؟ انا مستغربك بقالك 6-7 حلقات كده. لانه يا كيمو انت ما شاء الله صرت ذكي وصرت تتعلم من ذكائي الخارق. اوكي، رحلتنا اليوم عشان نتعرف على غرائب المخالفات القانونية حول العالم مع حنتوش الذكي. يلا بينا يلا بينا. آلة التنقل البشرية عبر الزمكان والاحساس والاساس واختصارها البوكو جو. نبدأ أول حاجة بدولة فنلندا اللي تحتسب فيها المخالفات المرورية حسب دخل الشخص. عام 2002 حصل مدير تنفيذي بشركة نوكيا على مخالفة سرعة بقيمة 103,000 دولار. أيوة، يعني أنت لو خدت مخالفة يحسبوا لك ربع مليون دولار لأنك بتاخد مبلغ كبير. أنت كذاب يا كيمو، إحنا مش لاقيين ناكل أصلا يا حنتوش. وكمان من المخالفات الغريبة حول العالم الغرامة اللي أخذها سائق صيني اللي تبلغ 25 مليون دولار. يا لهوي. وطبعا ما كان يتوقع الصيني زانغ إنه تصل مجموع المخالفات المرورية اللي يحصل عليها طول حياته لمليون دولار، ولكن حصل على مخالفة واحدة فقط تصل قيمتها ل 25 مليون. أيوة، خدها في إيه بقى؟ خدها عشان كان بيسوق بسيارته بشكل سريع، السيارة اللي كانت فارهة عبارة عن لامبورجيني. يعني هما الصين عاملة زي فنلندا، يعني عشان العربية لامبورجيني فدوله 25 مليون دولار مخالفة واحدة. بالضبط كيمو، بس طبعا لازم نتأكد من هذه المعلومة من خلال مصادر موثوقة. اوكي، مش هنروق لإشاعات. وكمان من المخالفات الغريبة حول العالم مخالفة بسبب رائحة الفم. زي ريحة فمك يا كيمو. حنتوش انت بتكذب، وبعدين اصلا ان ممكن لو ريحة فمي دلوقتي يبقى عشان انا صايم، بس انا ما عنديش ريحة فمي حنتوش. في الطبيعي انا بغسل سناني كل يوم وباكل علكة. هسكت اللي بعده. تحديدا حصلت مخالفة رائحة الفم هذه في دولة الكويت، حيث قام شرطي بتحرير مخالفة غريبة لسائق سيارة، والسبب كانت ريحة فمه الكريهة. عنده حق. وفي ليتوانيا كمان حنتعرف على مخالفة غريبة حصلت في هذه الدولة، وهو التحطيم بالمدرعات للسيارات المخالفة. مش هخالف هناك. قرر عمدة مدينة ليتوانيا تابع الاتحاد السوفيتي السابق وأحدى دول البطريق. أولا اسمه الاتحاد السوفيتي، والتانية اسمها دول البلطيق، وبعدين أنا بقيت الرحالة كيمو الذكي مع الرحالة حنتوش الغبي. حنتوش أنا مش اسمح لك تضربني تاني. وأنا مش حبطل أضربك يا كيمو. قرر العمدة أنه يبتكر طريقة جديدة يعاقب من خلالها السائقين اللي يوقفون سياراتهم في الأماكن الممنوعة الوقوف بها. برافو عليه على فكرة، لأن هم ما بيحترموش القانون. عشان كذا أمر مدرعة عسكرية بالسير فوق السيارات المخالفة في الوقوف وتحطيمها تماما. برافو عليه. ونروح للمخالفة المرورية الغريبة كمان اللي تفاجأ فيها الطبيب الأسترالي. مخالفة وصل سعرها 200,000 دولار بسبب السرعة الزائدة أثناء قيادته لسيارته الفارهة. كان نوعها إيه؟ مش عارف يا كيمو. لا، كان نوعها فراري يا حنتوش، ومكتوب قدامك كنت مش راي تقول. لأن أنا بحب السيارة هذه، ومش ممكن أحد يمتلك زي سيارتي. ربنا يرزقك يا حنتوش بست سيارات فراري. اسألني ليه؟ ليش؟ عشان دلوقتي هنا في كاميرات في كل حتة، ويا رب يدوك مخالفات قد الدنيا. الطبيب المحترم حاول بشتى الطرق انه يقنع إدارة المرور بأنه السيارة في هذه الفترة ما كانت معه، وانه كانت في ورشة الصيانة. وطبعا اللي صار انه عامل الصيانة هو اللي قام بقيادة هذه السيارة بسرعة جنونية اثناء تجريبه لها بعد الصيانة. حنتوش احنا عندنا سبق صحفي لازم نعمله.
ايش هو يكيمو؟ احنا لازم نعرفه اللي كان سايق العربية ولا عامل الصيانة. وهذا هو فكرة البرنامج الجديد اللي راح نقدمه مع بعض يا كيمو في السنة الجاية، المحقق حنتوش والمحقق كيمو. ايوه يعني انا ارتقيت في البرنامج ده، كنت من واحد بسافر معاك بقيت الرحالة كيمو، ودلوقتي هبقى المحقق كيمو. انا موافق، يلا حنتوشي. وأخيرا في رحلتنا مخالفة مرورية بعد أكثر من 58 عام، والورق بتاعها مضاش؟ اكتشف العجوز صاحب 75 عام وهو يقوم بتنظيم وترتيب بعض أغراضه القديمة وجود مخالفة سير ما قام بتسديدها، حررت له قبل 58 عام لما كان شاب صغير. وطبعا عشان هو الراجل عجوز فراح بقى بكل أدب وسددها، صح؟ بالضبط يا كيمو. الله، حد كويس. وبكذا انتهت رحلتنا يا كيمو، يلا بينا نروح لبلدنا عشان ما نخالف أبدا، لأنه المخالفة خطأ. ماشي أنا موافق، يلا سلام.